ولتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ووقوفها في طريق إحلال السلام مدفوعة بالإرادة الإيرانية التي تحركها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسين. أسعد الله مساءكم. أستاذ ياسين، بحسب وكالة الأناضول فإن الحرس الثوري الإيراني أرسل عناصر سورية للقتال إلى جانب ميليشيا الحوثي في اليمن، كيف تقرأ هذا القرار الإيراني ولماذا الآن برأيك؟ هذه الأخبار تشير إلى أن اليمن بات يعني مساحة مفتوحة أمام إيران لتصرف كيف ما يحلو لها، وأيضا يشير إلى أن إيران هي التي تتحكم إلى حد ما بمجريات الأحداث هناك، على الأقل من زاوية تأثيرها الكبير على الحوثيين الذين يميلون إليها أو يوالونها، وهي تسعى إلى تقويتهم بأي شكل من الأشكال، على الرغم من أن أنباء كهذه بطبيعة الحال لا تشير إلى أن الحوثيين يحتاجون إلى مقاتلين، فالحوثيين أكثر ما يحتاجون إلى خبراء على سبيل المثال، لأن الحوثيين لديهم عناصر يريدون أسلحة ويريدون خبرات ويريدون تدريب على استخدام أسلحة معينة، لكن مسألة أن اليمن يحتاج إلى مقاتلين ليذهبوا إليه، أعتقد أنه هذه المعلومات بالذات أحيانا تفتقد إلى الدقة إذا لم يتم تحديد طبيعة ذهاب هذه العناصر إلى هناك، هل هم مقاتلين لمجرد أنهم مقاتلين أم خبراء أم عناصر تمتلك خبرة يمكن أن تضيف شيء للحوثيين على الساحة في ساحة الحرب في طيب اليمن. هذا القرار يؤكد مع غيره من الشواهد والأدلة دور إيران الذي طالما أنكرته في الأزمة اليمنية، ما هو تفسيركم لتحركات السفير الإيراني في صنعاء ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني له بأنه يتصرف كأنه الحاكم الفعلي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي؟ هذه حقيقة، طبيعة الحال هو ضابط كبير في الحرس الثوري، وإن تحق في السفير ويتصرف على أنه سفير، لكن في الحقيقة هو قائد ميداني إيراني وضابط ارتباط بين الحوثيين والحكومة الإيرانية، وهو ينسق المساعدات والدعم الإيراني اللوجستي والمادي الذي تقدمه إيران للحوثيين لمواصلة القتال على الساحة اليمنية وتقوية صف الحوثيين، وبالتالي أيا كانت الأوصاف التي يمكن أن تطلق على إيرلو فإيرلو هو جزء من معركة إيران في اليمن، وهو يشير بشكل واضح إلى أن إيران بالفعل يعني تتورط بشكل كبير جدا في الحرب الدائرة في اليمن وتغذيها وتساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني، والمطلوب ليس فقط توصيف إيرلو بأنه هو الحاكم الفعلي أو غير ذلك، فالحوثيون أعتقد أنهم لا يخفون علاقتهم بإيران والهيمنة الإيرانية. طيب أستاذ ياسين، ما هو الدور الذي يلعبه إيرلو في صنعاء يعني بشكل حقيقي؟ هي أبعد ما تكون عن تحركات دبلوماسية. هو يلعب دور كبير على صعيد دعم معركة الحوثيين في مواجهة الحكومة، ودوره العسكري الميداني هو الأوضح، وبالفعل هو يشير إلى تنامي دور وتدخل إيران على الساحة اليمنية، لكن هو دوره فعلا عسكري وللتنسيق المساعدات الإيرانية التي تقدمها طهران للحوثيين لمواصلة معركتهم في اليمن، فهو دوره عسكري استخباراتي في المقام الأول، ثم يشير أيضا إلى يعني كونه يقدم نفسه على أنه سفير يعني يشير إلى أو يحاول أن يحقق جزء من رغبة إيران في إظهار مدى قدرتها. هل يمكننا يعني أن نشبه دور حسن إيرلو في اليمن بما فعله قاسم سليماني في العراق وسوريا؟ بمعنى آخر، هل نحن أمام سيناريو ثورنة اليمن أو عرقنتها؟ بالتأكيد حسن إيرلو هو جزء من فيلق القدس، وهو يؤدي نفس المهمة تقريبا، وهو دور عسكري ونفوذ سياسي على الساحة اليمنية، ويعبر كما قلت عن هذه المرحلة من الهيمنة والنفوذ الإيراني في المنطقة للأسف الشديد، وهنا لا ينبغي فقط أن نكتفي بالقول أن إيرلو
والحاكم الفعلي، بل ينبغي النظر إلى حسن إرلو باعتباره قائد أو باعتباره قائد عسكري يعمق التورط الإيراني على الساحة اليمنية، وينبغي التعامل مع هذا الأمر على أنه تدخل وعلى أنه تورط في جريمة الحرب الدائرة في الساحة اليمنية. أما القول بأنه هو الحاكم الفعلي، أعتقد أنه لن يضيف شيئا ولن يؤثر على طبيعة الدور العسكري والأمني لحسن إرلو على الساحة اليمنية. إذن هذا الدور الذي تلعبه إيران في اليمن كيف سينعكس على المنطقة ودول الجوار، ومن ثم ما المنتظر كردة فعل على هذه التحركات؟ المنتظر هو منع كل الأسباب المؤدية إلى أن يتزايد الدور الإيراني على الساحة اليمنية، عدم الوقوف عند هذا المشهد الذي نراه اليوم، حيث يتقدم الحوثيون في هجماتهم العسكرية ثم تقوم القوات الحكومية بصدها. الأمر ينبغي أن يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك. هناك كفاءة لدى الجيش الوطني في مواجهة الحوثيين وهزيمتهم، والأمر في تقديري هو يحتاج إلى تغيير جذري في طبيعة التكتيك العسكري المتبع اليوم. الدعم السلطة الشرعية ودعم الجيش الوطني بدل من التآمر عليها، هذا هو المطلوب اليوم. منع إيران من التغلغل على الساحل اليمنية، وذلك من خلال طرد إيرلو من صنعاء وطرد الحوثيين أنفسهم من صنعاء. وبهذه الطريقة أعتقد أن خطر إيران ونفوذها سوف ينتهي إلى الأبد. الأمر يحتاج إلى تحرك عسكري حقيقي لا يتوقف عند حدود الدفاع عن المأرب، وإنما هزيمة الحوثيين عسكريا وإخراجهم من المشهد السياسي بشكل عام. نعم، المحلل السياسي اليمني، الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. شكرا جزيلا لك.